هذه امرأة تسأل تقول زوجها تأثر بهذا ما يسمونه بعلم الطاقة وصار يهتم كثيرا بنفسه ويهملها من سنة ونصف تقريبا، صار يهملها يهمل البيت ومهتم دائما بنفسه حتى إنهما يعني كل واحد يعيش ببيت منفصل، فهل عليها بأس إن طلبت الطلاق؟ وهو أيضا يقول لها ذاك إن شئت تطلب الطلاق أو أنها تصبر أفضل. هذا هي تقدر هذه الأمور، تسأل أقاربها أخواتها أخواتها إخوانها يعني القريبين منها عن وضعها إذا كان ما زال يصلي وما زال مسلما، أما إذا كان لا يصلي هذا تطلب الطلاق قطعا، أما إذا كان يصلي ولكنه مقصر في هذا الجانب فهي تسأل من تثق به وتستشيرهم في أمرها من يعرفونها ويعرفونه ويتقدر هذا الأمر، فإن رأت طلب الطلاق حقها ذلك، وإن رأت عدم طلبه أيضا حقها ذلك، وتنظر إذا كان عندهما أولاد يعني مصلحة الأولاد في الاستمرار أو الطلاق، تقدر هذه الأمور وتسأل من تثق به. نعم.